تلاقيها اما انها نتيجة ان الناس السنة اللي فاتت تضررت من زراعات الخضار، فالسنة دي في الزراعات الصيفية كان المزروع من الخضار من المساحات قليلة جدا، وكمان كان معظم الخضروات اللي كانتش مزروعة في مشروع القومي للصوبات الزراعية هي اللي كانت اسعارها غالية، لان كان في اعتماد ان هي يتزرع في الصوبات الزراعية انواع معينة، وان الفلاحين والمزارعين وصغار المزارعين والمستثمرين بيزرعوا زراعات مكشوفه وبتجود في زراعات صيفيه، فالناس ما زرعتش المساحات المطلوبه فبقى المعروض قليل. الفاكهه بطبيعتها العوامل المناخيه السنه دي اثرت كتير جدا جدا جدا، التغيرات المناخيه على انتاج الفاكهه، وده ظهر لنا في المانجا في الاسماعيليه السنه دي، وصل انتاجها لحوالي 30% من انتاجها بتاع كل سنه. فبالتالي العوامل المناخيه اثرت على المنتوج من الفاكهه في السوق، وكان المعروض قليل والطلب عالي بالنسبه للفاكهه، فكانت فعشان كده الاسعار غليت. بالنسبه للخضار معظم الزراعات اللي كانت زرعت في مشروع قومي للصوب الزراعيه تم تصدير جزء كبير منها، لان مصر فتحت في كذا بلد اوروبي وكذا بلد عربي وخصوصا دول الخليج التصدير الفتره اللي فاتت، فبقى معظم الزراعات بتتصدر عشان تجيب عمله صعبه، وبالتالي حصل فجوه في المعروض من المنتج المحلي في السوق المحلي، وقل المنتج مع الطلب الكتير زادت اسعار الخضروات والفاكهه. لكن اللي هيتزرع ان شاء الله باذن الله في الزراعات الشتويه، يمكن كلنا متابعين الاخبار ان سيت رايس بيوجه اليومين دول بضروره ضبط الاسعار، وعلى الاقل ما تزيدش عن كده، وتوجيه الناس اللي شغاله في مشروع الصوب الزراعيه بانها تزرع كل الزراعات او كل الخضروات اللي السوق عايزها، علشان خاطر يكون عندنا او توجيه اغراق جزء من اللي بيتصدر بالظبط، يكون في اغراق من الزراعات دي اللي موجوده في السوق اللي هي ايه حصل فيها نقص في السوق، فيزيد العرض مع وجود الطلب ده تستقر الاسعار او تنزل. بالاضافه لان احنا طب ده هياخد فتره قد ايه؟ من شهر 9 لشهر 12، لان الناس كلها دلوقتي بدات تزرع في 9 15 9 كله بيزرع، يعني الاسعار هترجع تاني؟ هترجع تاني. يعني النهارده مثلا عند حضرتك البطاطس مثلا يعني وصل الكيلو في يعني الكيلو من باب الثلاجه 7 جنيه بيتباع في السوق ب 10 و12 جنيه، تمام؟ ده نتيجه جشع. البطاطس دي الاكله الشعبيه يعني عند المصريين والاطفال. النهارده بقى يمكن حضرتك مشروع مستقبل مصري مثلا يعني اللي هو في طريق الضبع ده النهارده بيزرع 40 ألف فدان بطاطس، يمكن احنا شركتنا كان لنا الشرف الحمد لله.